الناس داخل دماغي. صلاح اللي انت عايزاه ده هو نفسه هو بيطلبك مني، ما كانش مصدق نفسه، لكن حاسس انه بيطلب حاجه ابعد من خياله. تيجي انت تقربها له وتقولي له اه. وما اقولش اقول ايه يا سيد؟ هو يتعيف في ايه يعني؟ مش ده صاحبك اللي متربي معاك وملازمك في الصغيره قبل الكبيره؟ هو عشان متربي معايا انا هرش، وعشان مربيك انت كمان عارف دنيتك فيها ايه. الموضوع مش ان انت عايزاه، في حاجه تانية انا مش عارفها. انت لا ينفعك صلاح ولا اللي زي صلاح. جايز يكون كلامك صح، بس الكلام ده لما كنت آية بتاعت زمان. يا سلام، وفات قد ايه على آية من زمان لدلوقتي عشان تحكمهم ما بيننا؟ طول عمري وانا بحلم اخرج من الحاره دي باللي فيها. زهقت من العماير وبيوت المعفنه القديمه اللي متسنده على بعض. انا مش مستعار من عيشتنا، لكن كل واحد فينا برضو بيدور على الاحسن. وايه اللي اتغير؟ اللي اتغير اني صدقت ان مفيش حاجه هتتغير. بص حواليك يا اخويا، لو فكرت اخرج هخرج بايه؟ يا بشغل يا براجل اللي عشت عمري كله بتمناه، اللي يجي ياخدني من الحاره دي. قلت لي بلاش شغل، قلت لك امين، والراجل من دول بيدور على واحده من عينته، لكن انا هياخدني على ايه؟ على حاجات كتير حلوه زي القمر، متعلمه ومن بيت كل اصول، ما كتير قوي زي، ومعاهم شهادات واحسن مني كمان، لكن هي ما بقتش بالمؤهلات. وصلاح على قد مؤهلاتك. صلاح هو اللي شبهي. شبهك يا بنتي؟ فاهميني، صلاح ده هينكد عليك عيشتك، هيكرهك في حياتك اللي انت اصلا كرهاه. عارفه عارفه ريه ايه؟ وانت بتعندي مع نفسك؟ تقول اتجوز صلاح وعيش وخلاص، بدل ما اسيب نفسي تسوقني للي عايزاه. واللي ممكن برضه يمشيني في سكه غلط. انا كل اللي يهمني رضاك عني، مش عايزه ازعلك تاني والله. حبيبتي انا بتكلم لمصلحتك، افهميني كويس، انت الدنيا لسه قدام، وتقدري تحققي كل اللي نفسك فيه. حبيبتي الدنيا دي زي السهر، مرة ترمي واحد ومرة ترمي ست، بس اللي يقرص عليها ما يسيبش الدنيا تقرص عليه.
اسمع كلامي فكري فيه، والاخر مره اقولها لك. وحياه سيد بلاش، بلاش صلاح. لو جابرني عرفت يبقى اللي انت عايزه يا اخويا. سلطان مش موجود. ومين قالك ان عايز سلطان؟ انا جايلك انت. جايلنا؟ خير يا صلاح؟ ولو خير كنت هتشوفي وشي. ما تركبش. انت عايز ايه بالظبط يا صلاح؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول اللي انت عايزه على طول، علشان انا مش حمل هري. من ابو نهيه كده، انا عايزك تسيبي موضوع القهوه ده خالص، تنسيه من دماغك، وكفايه عليك اللي انت شفطتيه. وانا كنت عملت لها ايه القهوه؟ ما هي متلقحه. بقولك ايه، انت عارفه ان انا هرشك كويس، وصايع على صايع يعوروا بعض ويجيبوا دم. سلطان راجل كبير ولا مؤاخذه خرفان، وانت هتملي فيه وتحطيه في صدرك. انما انا بقى ابن مره، لا حد بيضحك عليا ولا حد بيبلفني. ابوك عندك يا صلاح، ابقى روح يا حبيبي قول له كل اللي انت عايزه، وتطلعني من دماغك دي خالص. لا يا حلوه، انت اللي هتقولي له، وهتشيلي من دماغه فكره القهوه خالص. والا وحياه امي، ما هسيبك ولا اطلعك من دماغي لما اخلي عيشتك مرار، واخليك تحصلي اللي سبقتك وتترمي بره الحاره. قشطه. جرى ايه يا صلاح؟ لو انت جاي عشان تحددني في بيتي، انت عارف سلطان لو عرف. سلطان لو عرف يبقى انت قضيتي على نفسك. فاهمه يا قطه ولا مش فاهمه؟ انت ايه؟ انت كدابه ولا انانيه ولا شطانه؟ قوليلي قوليلي انت ايه؟ مالك بس يا رحيم، انت بتعملي كده ليه؟ بعمل كده ليه؟ انت ازاي وحشه وسوده من جواكي قوي كده؟ انا عملتلك ايه عشان تاخدي مني الحاجه الوحيده اللي اتمنيتها في حياتي؟ وشك الحلو المزوق ده ازاي مخبي وراه كل القرف ده؟ جاوبيني. انت تعملي فيها شهيده؟ انا لا ضحكت عليكي ولا عملتلك حاجه. امال تسميه اللي انت عملتيه ده ايه؟ فضلتي ورايا لحد ما خدتي صلاح، خليتيه يبقى معاكي. نعم صلاح، انت باين عليكي هبله قوي. انت المفروض تحمدي ربنا ان انا خلصتك منه ومن وسخه، يعني المفروض تشكريني على اللي عملته. اشكرك؟ انت اكتر واحده اذيتيني، انا عمري ما هسامحك. انا ما حلمتش بحاجه كبيره عشان تستكتريها عليا. ليه كده؟ ليه ليه؟ صلاح هو اللي جري ورايا عشان يطلب، وانتي كنتي قدامي. يعني حبيبتي لو كان عايزك كان جالك. يعني انا اللي غلطانه في الاخر؟ طبعا، ما انتي طول عمرك كده شايفه نفسك احسن واحده في الدنيا، وبتاخدي كل حاجه من غير حتى ما تطلبيها. لكن انا ارضى باي زفت وانا حاطه جزمه في بوقي. كفايه بقى كفايه. انتي ايه يا شيخه؟ ارحمي نفسك وارحميني، الكلام ده ملوش اي 30 لازمه خلاص. اوف. يا سلام يا ام كلثوم، الله يرحمك يا ست، بتنحر من قلبها زي ما تكون موجوعه بالظبط. وزي ليه يا خال؟ مش يمكن تبقى موجوعه بجد؟ هو في حد مرتاح الايام دي؟ وهو على ايامها كان في شقة زي الايام دي؟ كان زمان الروقان وعز العز، حتى التعبان فيه كان مرتاح. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ مفيش، رحت في وصلة النكد اللي انت مطربقها على دماغنا. ليه كده يا حبيبتي؟ اسمتي ونصيبي، هعمل ايه؟ سيد خطوة عزيزة يا ابني. طب انا هوصل اجيب حاجة وارجع على طول بالاذن يا ابني. تشتكيني لابويا يا ميسا؟ لقيتك مسترخص مع الزيتي، قلت اسوق عليك اللي عمرك ما هتكسفه. صح، عشان كده انا جاي اطوع ورديه واسمعك الكلمتين اللي عايزه تسمعيها. بس على الحرام يا ميسا، لو اشتكيني لحد تاني اللي هتشوفي اوسخ وش شفتي في حياتك. جرى ايه؟
جبت القسوه دي منين؟ كل ده عشان غلطت مره. مره يا سيد، ما انت يا انا عمري ما كدبت عليك من ساعه ما فتحت لك قلبي. حتى اوسخ سر في حياتي خبيته على الخلق كلها، على اخواتي، على ابويا اللي انت ركبتيني حقه، بس ما خبيتوش عليك انت. وانا كدبت عليك في حاجه عيشه؟ انا داريت عليك عشان المصلحه، ولولا خوفي منك انا كنت عامل منك ليه؟ وانت كل واحد فيكم تركب الغلط تيجي مساحه في خوفها مني، وانا ايه؟ نقول وانت شفتوا مني ايه غير طبطبه وحنيه وعشره ما طمرتش فيكم؟ عملت لكم عشان تخافوا مني. ما تنطقي يا ميسا. الكلام مالوش عايزه يا عين ميسا. لو انت شايفني وحشه وبنت كلب وما استهلكش يبقى خلاص سقط عليك قلبك وهو يقولك. مش قبل ما اصفى من ناحيتك ولحد ده ما يحصل ما تسالنيش في حاجه. انت فاهمه؟ بوشي انا اسفه تاني مره. اللي هو ايه ده يا حبيبتي؟ ارجوكي ما تصعبيش عليا الحكايه بزياده. انا عارفه اني غلطت وضيعت الفرصه ان انتي تنتهيني، بس صدقيني كان غصب عني. انتي مش بس ضيعتي منك فرصه ما كنتيش تحلمي بيها، لا انتي كمان خليتي منظري انا زفت قدام الناس. وعلى فكره انا عمري في حياتي ما حد عمل كده معايا. فاهمه؟ فاهمه يا بوشي، بس صدقيني انا مش قصدي خالص اني ابقى السبب في ده. بالعكس انا عشان يهمني معرفتك جيت اتاسف لك تاني واعرفك الظروف اللي مريت بيها في البيت. وايه بقى اللي اتغير في ظروفك دلوقتي؟ اني هتخطب. وانت بقى فاهمه ان ده حل؟ بالعكس ده هيصعب امورك اكتر بكتير يا شاطره. الا اذا كان هيتقبل اللي انا هعمله وهيساعدني كمان. وده مين بقى الاوبن مايند ده؟ صلاح. صلاح؟ صلاح اللي ريحه كلمتك عنه. مش عارفه بس ده اختك بتحبه، ازاي هتدخل بيه؟ هو طلبني انا عادي. ورحاب عرفت؟ دي منهاره بس عادي برضه، بكره تتعود. خرب بيتك، انت فعلا قدرتي تعملي كده في اختك؟ عشان اعرفك اني مصممه وعايزه اوصل، بس كل اللي انا محتاجاه منك انك تديني فرصه تانيه وانا هشرفك والله. ما خفتيش عليها؟ هي اللي عملت في نفسها كده وانا استفدت منها مش اكتر. يبقى نفضها سيجا يا افندينا ونجيب رقبته ونخلص. احنا على اخر الزمن هنعمل حساب لجاري زي عربي ده ولا ايه؟ شوف بالذمه الكلام، اقول له طور يقول احلبوه. ما تقبض تقعد وتبطل جعجعه، هو فرش طرش منك تقطع رقبه اللي هرش ولا ايه؟ وانت ليك فيها يا سيد؟ يابا انت تمامك تقعد هنا تتعلم وتسمع وبس ولا هتعمل فيها حاجه؟ عوض يا تظبط كلامك هتفارق. سيد عنده حق، وشوميه اهلك ما تنفعش في الحوار ده، فاهم يا فندينا؟ مش كده بصراحه معلم، حاجه تحت الدم، بس انا شايف سكه تانية. قول يا اخويا، طالما كلب البحر اللي اسمه عربي ده عارف يقوم الموج علينا عشان يبلعنا، انا شايف ان احنا امان حبتين، والموج هتعدي وساعتها ترمونا على الشط، ساعتها بقى نشفي ونقطع. يبقى ما بتشوفش؟ هو في يا معلم رجالتك حصل لها ايه؟ واحد مش فاهم حاجه والتاني عايز ينخ زي النسوان، هو في ايه؟ اثبت معلمك بقى يا سيد. ماشي يا ابن عمي، دلنا انت على اولها كده. طيب تقطع معايا العشم عشان ما اقلش منك قدام المعلم بتاعك. تانيها يا معلم، الليله من ناحيه عرابي ببرشام على الاخر، ما ينفعش تبقى عليه. امال على مين؟ على ايه مش على مين؟ الحاجه اللي رايحه له لو هي الكف اللي هنتسكي بيه لازم تتقطع قبل ما تمد عليها. المهم ما تشغلش دماغك، الليله دي انا هخلصها لك في سنتي. المهم دلوقتي انا عايزك كده في موضوع على انفراد، مش هينفع كده قدام الناس على هوا. صلاح. ايه يا دكتور؟ ايه اللي موقفك كده؟ ده انا واقف مستنيك بس. خير يا صاحبي. انت عايز توصل ليه بالظبط يا صلاح؟ في ايه لا مؤاخذة؟ في موضوع ايه؟ وده في ايه غلط؟ انا راجل جاي دغري ودخلت البيت من بابه. ايه؟ ايوه اشمعنى ايه يعني؟ والحاجات دي فيها اشمعنى يا دكتور؟ القلب ما يريد يا اخي. هو بس هي في سكه وانت في سكه تانيه خالص. الحب بيقرب السكك يا ابو حميد. احنا شباب زي بعض وانا عارف انك هتفهمني. انا بقالي زمن بحب اختك وكاتب. وكنت بقول نفس كلامك. انت فين وهي فين؟
انت من سكه وهي من سكه يا ابو صلاح، بس قلت خلاص مفيش فايده يا جدع، مش عارف اطلعها من دماغي، قلت استجدع واخد خطوه زي الرجاله واللي يحصل يحصل. طب لو قلت لك انها مش هتناسبك ومش هتعرف تعيش معاها عشان دي اختي وانا عارفها اكتر منك، هتقول ايه؟ اقول لك شكرا على النصيحه يا احمد، بس انا لو بحبها هستحملها وهيبقى على قلبي زي العسل كمان. في حاجه تانية يا احمد؟ لا صلاح خلاص، مش عايز حاجه. شكرا صلاح. ماشي يا دكتور. تعجبنا انا قوي الدماغ المتكلفه دي، اهو الخازوق ده انا احمل اللي قبله بلا هيطلع بالنافوخ عرابي بالدم. وحياتك لا اخليه يعلق يفط على صدره مكتوب عليه فضل الاسمر يقول حزموني. حلو، ارمي بياضك بقى يا سيد. ما هو مش معقول الخطفه دي والكلام الفرداني عشان موضوع عرابي بس، والا كنت نهيته جوه قدام جوز الخرفان. جايبني انت برضه. انت مجربني وعارف شغلي. حصل، عشان كده هجيلك في العيد. مفيش حد بيحب غيره اكتر من نفسه، صح؟ معلوم. وانا بحب نفسي وكنت عايز اكبر. طب ما انت بقيت كبير رجالتي، ولا لسه مستني اماره تانية؟ امارتك ان انت تخليني اعمل اللي انا عايزه. انا راجع من بره ومعايا قرشين وكنت عايز اشغلهم في السوق. عايز تسيبني يا سيد؟ هو احنا لحقنا يا ابني؟ ومين اللي قال كده بس؟ كلامك ملوش سكه تانية. ليه؟ وانا غشيم ولا قليل الاصل؟ انا هفضل معاك زي ما انا، تحت طوعك وتحت كلمتك. كل الحكايه ان انا عايز اعمل حاجه عشان بكره. بكره بتاعك ده معايا انا. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان الدنيا عماله بتجري وانا ورايكم لحم وعلى ايدك، الطلقه بتيجي في ثانيه، مش عايز اروح فيها وما اعملش حاجه للعيال دي. ما تلفقش. يا تنطح مع رجالتي يا تنطح فيا، السوق ملوش تالت. لا ليه تالت، بس انت تسمعني. اعتبر المحل عليه يافطه مكتوب عليه فوضى الاسمر زي ما هي. بس فوضى الاسمر من الباطن مأجر لابن اخوه الصغير. طب وحق اللي اسمه حبيبك وبيشاور لك على السكه ويديك النصيحه؟ وقتي وعلى الترابيزه. مش قبل ما اقلبها في دماغي تاني يا سيد. قلبها ودورها مليون مره وانا مستنيك، بس ما تزعلش من اخوك. باذن الله معلم. بالسلامه. ما تنام يا ابني بقى. خير يا غالي؟ عاوز حاجة؟ انك عمال تفرك وعامل نايم، ركبتني العصبي. طب ما انت بردك من ساعة ما جيت من الشغل عامل نفسك نايم، وانا ما قلتش حاجة. غلباوي كمان. طب يا سيدي انا عارف انا سهران ليه؟ انت ايه بقى اللي مسهرك؟ خاف اقول لك تتريق عليا. اصلي مستخسر النوم في فرشتي. انا بقول لك ايه؟ أنا غير الناس هنا كلها خالص، يعني جو نص الكلام ده أنا ما بفهموش. بص يا سيدي أنا هقولك، أصل أنا من ساعة ما جيت على الدنيا نايم في فرشة مش بتاعتي، دايماً حاسس إن في يوم من الأيام هسيبها، لكن من ساعة ما جيت هنا وأنا مش مصدق إن أنا نايم في بيتي، فشيتي لوحدي، مش عايز أضيع الوقت في النوم، عايز أتبسط بيها. طب اطلع، اطلع نام جنبي يا ابني، انسى نومة الأرض دي خالص. أقول لك إيه يا ابني؟ هنا ورايح تنسى الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنت لسه صغير. ما لما تكبر بقى وتشوف الدنيا على حقيقتها، هتقول إيه؟ الدنيا يا خالي ما تفرقش بين كبير وصغير، كله بيدوق منها، بس اللي هرشها من صغره هو اللي بيعرف يلب فيها لما تشد عليه. ده إحنا شكلنا هنقعد مع بعض كتير. يا ريت يا خالي، يا ريت، إن كان عليا مش هسيبكوا تاني أبدا. طب اطفي نور يلا، عايزين ننام. اخلص. لو بتشخر هنزلك تنام تحت تاني. بقى انت اللي تقول كده معلم سلطان؟ واكتر يا سيد. صلاح ده لو اخر راجل في جمهوريه مصر العربيه برضه ما تديلوش واخده. والله؟ طب ليه؟ عشان ده ابني وانا واكله وشربه وعارف وسخته فين. معقول؟ معقول يا سيد تديله ايه؟ الورده المفتحه اللي لسه بريحتها انت عايز ترمي اختك في الزباله ليه؟ زباله؟ زباله ايه يا عم سلطان؟ بقى انت دلوقتي اللي بتوقفها له. ايوه يا ابني، كل واحد اضرب صلبه، وصلاح ده بير وساخر
انا مرضاش ان الوساخه دي تلط واحده من اخواتك. حواراتك انت وابنك دي تحلوها على جنب، ما تقعدش تهيج دماغي على الفاضي. انا عارف انت بتقول كده ليه، عشان الكلام مش جاي على هواك صح؟ صح. البنت عايزاه والواد شاريه، حاولت معاه مليون مره بس هي راكبه دماغها. عامل لهم ايه يعني؟ حتى انت صالحه اخويا وفي كتفي من ساعه ما وعيت على الدنيا، ما يتعملش معاه كده يا عم سلطان. امال يتعمل معاه ايه؟ نسيبه يمرمط البت ويبهدلها ساعتها بقى نقعد نقول يا ريت اللي جرى مكان. يا ابني فكر واحل الكلام قبل ما ترصه كده وتقعد تقول لي اخويا وفي كتفي وانا في ظهره، والشويتين دول اللي ما يجيبوش امهم ساعتها. خلص يا عم سلطان بقى، كفايه كلام. ماشي على رايك، كفايه كلام. بص بقى يا عم سيد، احنا هنأجل الكلام في الموضوع ده لغايه ما ازور ابوك واحكي له وهو يشوف له صرفه. ابويا يا عم سلطان، وانت بتستقلني؟ ما كلمتي انها ما انت فاهم. لا 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 لا، عشان ليه استقلك ايه؟ ده انت سيد الرجاله يا سيد. بس بصراحه بقى الكلام ده ما رضيش ربنا. رضا الاب من رضا الرب، وانا ابوها وراضي. مات الكلام. مات الكلام يا سيد، بس عشان خاطري فكر وعي. يا اختي تهدي بقى، احنا كنا فين وبقينا فين؟ على الاقل دلوقتي لما بقى يسمع حسك بيرد عليك على قد. بس حلو برضو. الحمد لله احمده. انت هتقولي لي على سيد وحنيته؟ عارفه يقول لي واحنا صغيرين لما كنا نتخانق حتى لو كنت انا المحقوقه، كان يا حبيبي فرشته ما بتتفاش، رايح جاي من الصاله للاوضه، لا على حمي ولا على بارد، كل ده عشان يصالحني. صح صح، على يدي. وكان ما يقدرش ياخد اللقمه في بقه ولا يحن بيها حنكه غير لما يسمع منك كلمه رضا. قولي يا اختي قولي، وانا اصلي مختوم على قفايا وممضي عليا من اتنين عور. ليكي حق، ما تصدقيش هو ما كانش قوي كده يعني. ايوه كده، كان يخش عليا يا اختي الاوضه يقعد يخبط ويرقع ويعمل صوت لحد ما اصحى. اعرف انه كان عايز يصالحني بس مستكبر يا اختي، انا مرتاح ويخرج هو مبسوط وما نفتحش الموضوع ده تاني ابدا. ما هي دي بقى ليله الذكر اللي زي اخوكي، قلبه ما يطوعوش ان هو يغضب الغلبان، لكن كرامته تنقح عليه قوي فقلت معلش. يا اختي باين احنا عيد وتهاني، بشوفها في ايدنا عيني، بحس انه عايز يسامح وياخد الواد في حب بس مستكبر. ايه مش ناوي بقى روق وتصفى كده ابو السيد ولا ايه؟ حلو ابو السيد دي، من انت صغير ما قلتليش. ايه بتكسف ياض؟ انا اخوه. عارف ياض يا احمد، يوم ما اتولدت انت ورحاب كانت فرحتي ساعة الدنيا واللي فيها، بس مش على رحاب، كانت عليك انت. فعلا؟ بس انت ما كنتش وحيد يا سيد يعني، ده انت ونصرة كنت ولا الاثنين الرجاله اللي اخويا. كنت هاجي انا زود ايه يعني؟ زود كتير كتير قوي يا احمد. في فرق بين لما يبقى ليك اخ طاقه دمه من دمك، بيقف في ظهرك وبيسندك وبيشيلك لو حد داس عليك، انت فاهم كلامي ولا لا؟ هو انت كنت شايفني كده يا سيد؟ مش دايما، مش عارف كنت اخاف ولا افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه، بس كنت خايف لا تطلع زيي، قلبك قاعد وبتتعامل مع الدنيا بغباوه، وفي نفس الوقت كنت خايف ما تطلعش زيي، تبقى اخويا بالاسم وبس، لا اعرف افضفض لك ولا اتكلم معاك ولا اسمع منك. انا مش لازم ابقى شبهك يا سيد عشان تفضفض. اللي بيفضفض اللي شبهه ده بيبقى بيضحك على نفسه يا سيد. انا هيفيد بايه كلامي وهو بيكرر كلامك؟ انا في دي بالذات لازم اكون غيرك عشان اعرف اقول لك حتى اللي انت مش شايفه. صح، العالم حلو برضه. الموضوع هيخلص بسرعه، مش عشان هو قلبه طيب وبس. انا امبارح كنت عند الحكم مصالح.
يا اختي. وبعد ما ضحكت لها رجليها دعت لي دعوه، حسيت ان ده منها ساعه رضا من ربنا، قمت خليتها تدعي لك انت كمان. ان شاء الله يخليك يا اختي. وتقوليش يا اختي الوليه في عمار بينها وبين ربها ما مساش عليا الليل في الكباريه الا وفرجت من واسع. خير يا اختي احكيلي. لقيت راجل كده متلمع كده وطول بعرض وداخل عليا، قال ايه قاعد مستنيني طول الليل في الكباريه. جرى ايه؟ جرى ايه يا وليه؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ قلنا رأس وبس. الله، جرى لك ايه؟ ما انت عارفه ان انا بطلتها من زمان يا بنت. ده مخرج سين عايز يعمل لي فيلم. اه والله، بس مش عارفه كده اسمه ايه يا اختي، استني ما اطلع لك الورقه. قال ايه؟ دوكو ديكو حاجه كده. يا ديكو؟ ايوه. اوعى يا بنت يكون سيكو سيكو بيقول ديكو. يا بنت يا نصره وخف من دمك. سيكو سيكو ايه يا بنت؟ ده فيلم. ايوه فيلم توثيقي، فيلم تسجيل، ايش عرفني يعني. او المهم ان هو الفيلم ده كله هيحكي قصه حياتي ويقول ازاي ان انا كنت رقاصه مشهوره واعتزلت الفن والحاجات دي يعني. المهم بقى ان هم فيهم قرشين زغابه. والنبي يا اختي تستاهلي كل خير. ربنا يوفقك يا اختي يا رب، ويحنين انا كمان، ويريح قلبي بكتفيني اخويا وابني. قادر كريم يا رب تجمع بينهم بالحب يا رب. يا رب ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. مش ناوي تروق لاختك نصرة ولا ايه؟ اختك وجعتني يا احمد، عايز حق ربنا. انا ما كنتش اعرف حاجه عن جوازها من عبد الحليم ولا عن الولاد. امال ازاي قلت انك عايز؟ ما كانش ينفع اسكت، شايف عزغرة قدامكم عشان نصر اختكم الكبيرة، ما كانش ينفع اكسرها قدامكم. بس برضه ما قدرتش تسامحها يا سيد، وحملتها كل حاجة. صح؟ ما جاش في بالك انها ممكن تبقى بني ادمة يعني زينا عادي وتغلط، وفي ايه؟ في ناس من كنت ما بتحبهم ما بتستعملش تشوفهم زيك، تبقى عايزهم انضف منك بكتير، جايز تقدر تسامحهم. بس تنسى؟ لا. هتنسى ازاي وانت بتشوفهم كل يوم بيتغيروا قدام عينيك؟ بس دي انانيه يا سيد، عشان احنا ما نعرفش هم ظروفهم كانت ايه، احنا ممكن نتحط في حاجات اكبر من كده كمان. بس ساعتها احنا هنعرف نبرر لنفسنا وللناس كويس قوي. بس انا اقول لك بقى، لما بتيجي من اكتر حد انت بتحبه احنا ما بنقدرش نسامح، مش عشان هو غلط، لا، عشان احنا بنحس ان احنا اللي غلطنا، ان احنا وثقنا فيهم قوي كده. ممكن توصل ان احنا نكره اللي بنحبهم عشان بس نعرف نحب نفسنا يا سيد. ولو ما قدرتش هنخسر يا سيد، هنخسر فاهمين ان هو ملكنا. بس لا، الحقيقه ان احنا اللي ملكه عشان احنا اللي بنحبه. وهو ده اللي تعبه. خلاص بقى يا سيد، بقى مش مستاهله بقى ولا ايه؟ صح عندك حق، مش مستاهل. ايه الاحراش اللي انا واقف فيها دي؟ غاب التين شوك. ايه يا حمامه انت فين؟ انت فين يا شبح جنبي؟ فين؟ انا مش شايف اياته غير تين شوكي. اه انت في الصندوق الاسود ده؟ ماشي يا اسطى. اه يا بقى كده. امال كنت فاكرها ازاي؟ عاوز تقض وتجري؟ طب انت اقفل، فاهم رجالتي ايه؟ اقفل زيك؟ حاسب على كلامك يا فودة. المعلم فودة يالا. اوعى تكون فاهم اللي عملته في المصمت ده هزاني. انت شريطة مقياحة يا نبيل، فاهم؟ اخرك تهوهو على الغلابة، انما تزوم عليا انا اشقك ما تلحقش تندم. اشقك؟ اه فودة انت فاكرني يعني عشان انا بديك احترامك في الدخلة وفي الخارجة ومقامك بقيت لواء واجب التحية؟ لا يا فودة، خلي بالك ان انا عارف اصلك وفصلك كويس وهرشك يعني دولاب مفتحية ولا حاسب الحكومة يالا، فما تعملش كبير عليا عشان انا ما بتهدش، واخد بالك؟ مسيرك تقعد تحت ترسي
وقطعك. بقى كده تعرف حلاوة البقين العفشين اللي قلتهم دول ايه؟ أجري عليك حتة عيل صغير يلوشك رصاصة ونخلص، لكن لا، ساعتها هعمل لك قيمة وأنت ما تستاهلش. أنا هوريك قرصة فوضى الأسمر اللي بتطلع بالدم، وابقى صباح لي على نفسك يا حضرة الأمين. وإيه اللي مخليك مالي إيدك كده؟ ما يمكن ما يوافقش ولا يعمل فينا مغرس. فوضى ده تعبان. هيوافق وبكره تشوف. بعدين مغرز ايه؟ عمرنا جبنا ورا ولا انت قلبك خف يا صلاح؟ انت عارف يا صاحبي ان انا قلبي مش خفيف، بس احب اوزنها، وهي بصراحه مش عايزه تدخل دماغي. ازاي هسيبك تكبر بالسهوله دي؟ الراجل محمل عليك في كل حاجه، هيسيبك تخلع من تحت باطه كده؟ ومين قال لك ان انا عايز اخلع؟ السوق كله في عيب، يعني مين محتاج مين اكتر من التاني؟ انا ولا هو؟ تمام موزون يا صاحبي، بس لازم نحرص برضه. عملت ايه يا صاحبي في اللي انا كلمتك فيه؟ في ايه يا صلاح؟ انت عارف ابو السيد. لا يا صلاح مش هينفع. ليه؟ ليه؟ ليه يا سيد؟ اسمع صلاح بقى ومن ابو ناهي، احنا اخوات مش كده؟ واكتر يا جدع. هجيبها لك على الرايق عشان نخلص. الموضوع ده تنطره من دماغك. هي مش ليك ولا عمرها الكليه. ولا عمرها الكليه؟ ومالك بتقفلها في وشي كده يا جدع؟ وانا ايه عيب يا سيد؟ قول عيب معلمش عليك في ايه؟ غير يا صلاح هتنسى نفسك ولا ايه؟ هتنسى احنا مين؟ وهتفتكر شويه الفلوس اللي معانا دول هيعملونا بني ادمين؟ احنا مالناش داعي عند حد. واسطوانه الحب والشحتفه دي ما تصرفش معايا، عشان احنا عمرنا ما عملنا لصف الحريم اي قيمه. يا جدع انت دنيتك كلها ماشيه من ورايا في الصغيره قبل الكبيره. لما بغفل عنك ثانيه بتقع وتقول الحقوني. دلوقتي لو حصل لي حاجه يا صلاح هطمن على البنت ازاي؟ هتفهم افهم ما تبقاش غبي. لو ليك اخت هتجوزها لي. اجوزها لك يا سيد. وانا مش هرضى اعمل فيها كده. لقيت الكلام الموضوع ده يتقفل بدل ما كل مره اسمعك كلمتين يزعلوك. وانت هتسمعني ايه يزعلني تاني يا ابو السيد؟ ما انت جبت كل اللي مخبيه في عبك بقالك سنين. تشكرين يا صاحبي. يا ده اسمع ما تبقاش غبي. ناقصاك انت كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا بولبول؟ ده ايه اللي بيحصل ده؟ لا مؤاخذه ده المعلم بيبيع نصيبه. يلا عاد روح شوف شغلك. يلا الواد ده بيتكلم صح يا سلطان ولا ايه؟ اه صح يا نبيل. وانا قايل لك قبل كده في ايه؟ برضو عملت اللي في دماغك انت؟ ايه يا جدع؟ انا رايي عندك ملوش عزا. انا بحالي كده عندك ماليش عزا. يا عم لم جناحاتك بعيد عننا. انا بعت نصيبي. نصيبك زي ما هو. يبقى رايك له عزا في الحكايه في ايه؟ لا لا يا اسطى مفيش ولا بيع ولا شراء ولا اي حاجه من دي هتحصل. بقول لك ايه، اتكلم على هاتك يا نبيل عشان ما ازعلكش. انت تعملها معانا؟ اه اعملها معانا. يلا يا عم من هنا يا عم. يا نبيل في ايه؟ طب سؤال يا صلاح. ايدك على ابويا يا صلاح. ايدك على ابويا يا صلاح. السلام عليكم يا استاذ نصر. اهلا يا معلم. انا قلت ما ينفعش اخر زيارتي ليكي اكتر من كده. الف سلامه على رجلين ست بنات المنطقه تما. الله يسلمك. لا مؤاخذه سيد مش هنا، مش هقدر اقول لك اتفضل. اه بس الدكتور موجود وسيد جاي ورايا. هو فين؟ دكتور تلاقينا يملو ساعتين قبل وردية الليل. بس بردك حسه في البيت، يبقى احنا ما عدناش الاصول. ها قولي لي يا ست البنات عامله ايه دلوقتي؟ وزي ما تبلغونيش يصح بردك اعرف من كلام الناس كده. الناس ياما بتهول يا معلم. الحكايه بسيطه مش قد دوشه الدماغ. لا 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 ما تقوليش كده يا ست نصر، ده انت غاليه عندنا كلنا. كأن بالحق. مين الواد الصغير ده اللي كان نازل يجري على السلم من عنده؟ واد مين؟ اه ده عمر ابن خالي الله يرحمه. لما امه ماتت هي كمان، سيد قال يجيبه هنا يونسني وهو ياخد بايدي في البيت والشغل. ابن خالك انا هون. وانتوا حالتكم غير خالك رضا؟ بس ده مات عازب. اه
هتكوني قصده اخوه من زكية اللي ابوه اتجوزها في اواخر ايامه. ايوه هو ده. ايوه الله يرحمه. ما فرقش البلد ابدا غير بقى لما قابل رب. كلنا هنقابله، محدش بتثبت فيها. اه يا اخويا سيد جه اهو. لا مؤاخذه معلم، اتاخرت عليك. ولا يهمك يا ابو السيد، بركه انك وصلت بالسلامه. الله يسلمك. عملنا شاي يا نصر. حاضر يا اخويا. شوف يا ابو السيد، انا قلبت الكلام في دماغي، الكلام عجبني. طب حلو. مش بس كده، انا كمان ظبطت لك الناس اللي هتقابلهم عشان ترمي بياضك. ماشي، في ظرف اسبوع هتلاقي المهر حاضر. لا لا لا، دول مستنظرين قبل كده. شاحن معايا يا سيد ولا ناوي تصغرني؟ مع شويه كان الصغرك يا معلم، اقل من اسبوع هتلاقي المهر عندك. مالك يا صاصا؟ مش عوايدك يعني تقلب معاك بسرحان كده من اول كاسين؟ جدع بت، ما بقالكيش معايا شهر بس عرفتيني تمام. هي فعلا طلبت بسرحان. هو انا لازما يعني انام في حضنك 20 سنه عشان ابقى عارفاك؟ طب ده انا من اول ليله حجزت عندنا فيها واول تبس اديتهولي وانا عرفتك. غيرك بقى معاشرني بقاله عمر بحاله ولسه معرفنيش. انت متجوز؟ كنت طلقتها قبل ما تسمعني كلام اللي سمعهولي ده. انا كان كتفي في ظهره عمر بحاله، عارفه؟ كنت مستعد اموت نفسي ادوس في الحديد عشانه، بس طلعت عيل هفق في نظر ولا ليا لازمه. يا خبتك، ما مش غلطته، غلطت انا ابن 60 كلب. زليت نفسي وهنت نفسي وفاكرها مجدعه وصحوبيه، وهو واخدها مهانه وذل وخيبه امل. طب والنبي يا اخويا ما تزعل نفسك، مفيش حاجه تستاهل. ده انت سيد الناس كلها، مفيش حاجه يعني بتقف على حد ولا عشان كلامه. سبت اقف عشان واحده يا اختي، عشان كده هو موقفها لي. ارحب صلاح، ما يستاهلش اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انا بحبه يا احمد، بحبه، وهو ما قدرش الحب ده. مش بس كده، ده بيطلب ايديا كمان. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اللي بيحصل معايا كده من اقرب الناس ليا. طب ايه دي يا رحاب، ما تعمليش في نفسك كده عشان خاطري. بعدين صلاح ايه ده اللي انت بتحبيه ده؟ لا نفس تفكيرك ولا نفس دماغك خالص يا رحاب. حبيته يا احمد، حبيته، بس اكتر حاجه هتموتني بقى ايه، هي عارفه انا بحبه قد ايه. مش عارفه بتعمل فيا كده ليه، هو مش فارق لها اصلا. اعمل هالذنب يا رحاب، هو اللي جه هنا وتقدم لها. انا بنفسي رحت اتكلمت معاه وهو قال لي هو بيحبها، انت مش في باله خالص. هو قال لك كده؟ ايوه هو قال لي كده. مش عارفه انا عملت ايه بس عشان يحصل معايا كل ده. اشمعنى انا يا رحاب؟ انت اكبر من كده بكتير، ما تحطيش نفسك في موقف زي ده. بعدين هو حر، خلاص خليه يجري ورا اللي هو اختاره. انا مش عارفه اعمل ايه في نفسي ولا في قلبي اللي بيوجعني كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. ما تعمليش حاجه يا رحاب، الايام هي اللي هتعمل، هي اللي هتنسيكي من غير ما توجعك، وهي اللي هتخليكي تتقبلي الحقيقه دي زي ما هي كده، لانك ساعتها هتحسي انك كسبتي نفسك ومشاعرك. لما توفريها بقى لحد يستاهلها يا رحاب. Thank you.
الناس ونا وده ليه سبب ذر جواه.